هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. النهاردة في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وكمان نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل المشاهدين المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن طقس دافئ النهاردة، طمنين أخبار الجو إيه؟ هو طبعا إحنا هنشهد اليوم انخفاض قيم درجات الحرارة بعد الارتفاعات اللي كنا بنشوفناها أمس. وصلت العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار. اليوم هنبدأ نتأثر ببعض الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر الأوسط، مع وجود كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهيحصل انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن الأمس. ده ابتداء من النهاردة يا دكتورة منار؟ هو هيكون النهاردة، لأن ابتداء من بكرة مرة أخرى تبدأ تسجل قيم درجات الحرارة في الارتفاع، فبكرة إن شاء الله هتبدأ تاني ترتفع قيم درجات الحرارة، فهو الانخفاض هيكون اليوم فقط. عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، فالطقس هيكون طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد، مائل للحرارة على الجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار، وخاصة في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس المناطق الجنوبية ما زالت قيم درجات الحرارة عليها مرتفعة، لكن الانخفاض هيكون في المحافظات الشمالية بشكل كبير. فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، الأجواء هتكون أجواء باردة في أول ساعات الليل، شديدة البرودة في ساعات الليل والآخر، فترات الصباح الباكر هيكون فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز ال 10 درجات في بعض المناطق، ال 15 درجة مئوية في محافظات الصعيد. كمان اليوم متوقع مع المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيكون في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على المناطق الساحلية السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط، فهيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن في مقبلها هي فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، مع وجود كمان نشاط من الرياح في بعض المحافظات زي شمال الصعيد او جنوب الصعيد، بعض المناطق من السواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء، دايما نشاط رياح موجود في الجو يخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل، وخاصه في فترات المساء وساعات الليل. السبوره المائيه موجوده معانا لكن هي غير مؤثره تماما على حركه المرور، لانها سبوره مائيه خفيفه وبتتلاشى يعني فور طلوع اشعه الشمس. من بكره ان شاء الله الاربع تزيد كتل الهواء الصحراويه مره اخرى تبدا تاثر علينا، فهيكون في ارتفاع مره اخرى في قيم درجات الحراره وارتفاع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فهيكون في ارتفاعات. ذروه الارتفاعات هتكون الخميس والجمعه، لان احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى الجمعه اللي جايه توصل 28 و29 درجه مئويه. ده صيف 28، ده كده صيف يعني. اجواء فعلا هتبقى اجواء مائله للحراره او حاره فتره النهار بشكل كبير، خاصه ان احنا ما زلنا بنرتدي الملابس الشتويه، وبعد الارتفاعات دي هيحصل انخفاضات في قيم درجات الحراره مره اخرى. ما ننخدعش. بالظبط ده اللي احنا هناكد عليه، احنا ما زلنا في فصل الشتاء، ما زالت الاجواء فترات فيها بروده وكان اجواءها شديده البروده، خاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه والمحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير، فنتاكد على عدم تخفيف الملابس، استمرار انتهاء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله حتى انتهاء فصل الشتاء، وارد جدا يحصل انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره، والجو ده او اختلاف قيم درجات الحراره من الجو الثاني او نهار وليل مش جو العيل، ممكن يصيبنا بنزلات البرد فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه كمان ياخدوا بالهم الايام اللي جايه، لان احنا هيكون تكون عندنا نشاط للرياح ممكن تصير نرمال والاتربه يوم الجمعه اللي جايه، ومهم كمان ان احنا نستمر في المتابعه الجيده للحشرات. نصائح هامة جدا، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
زي ما قالت الدكتورة منار في القاهرة النهاردة العظمى 22 والصغرى 13 والعاصمة الإدارية 21-12 الأسكندرية 20-12 والعلمين الجديدة 20-11 مطروح 19-10 ودمياط 20-14 بورسعيد 20-15 والإسماعيلية 22-13 السويس 22-14 والعريش 21-12 كاترين 16-3 وطابة 21-13 حلايب 26-17 وشلاتين 30-17 شرم الشيخ 26-17 والغردقة 26-16 الفيوم 22-11 وبني سويف 22-11 أيضا الوادي الجديد 25-10 وأسيوط 23-10 سوهاج 23-11 وإنا 25-13 الأقصر 26-14 وأسوان 27-15 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة عودة مرة أخرى لشاذلي وجمانة ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.